المفارقات الغريبة في السلوك ديال الجارة الشرقية تجاه الوحدة الترابية للمغرب هو أنها ما كتوقفش على طلب المساعدات من الدول الغربية من أجل تغذية المحتجزين في تندوف، إلا أن بكل أسف هذه المساعدات التي تتلقاها سواء من طرف المنظمات ديال الإغاثة الدولية أو من طرف بعض الجمعيات غير الحكومية أو من طرف بعض الهيئات الدولية ما كتمشيش فعلا للغذاء من أجل تغذية مواطنين تيندوف المحتجزين، بل لها تخريجات أخرى من بينها اقتناء الأسلحة. هاد القطعة ديال السلاح اللي غنشوفوا هادي الثمن ديالها 60,000 دولار، ما يعادل شي 8 ديال المليار دينار جزائري. هاد القطعة هادي كيف ما شرح عمر هلال الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، Ils peuvent fournir des services de santé à 968 personnes pendant un an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant un an. Ces statistiques, nous les avons faites sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2 monté sur pick-up. Il coûte environ 60 000 dollars. Que représentent ces 60 000 dollars? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant un an. Ils peuvent fournir des services de santé à 968 personnes pendant un an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant un an. Ces statistiques, nous les avons faites sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par... تساوي أو يمكن أن تغذي 300 مواطن لمدة سنة. قطعة سلاح واحدة هي عبارة عن سيارة رباعية الدفع مجهزة بمدفعين رشاش من نوع ثقيل، الثمن ديالها 60,000 دولار، ما يعادل 8 ديال المليار دينار جزائري. هذه قطعة واحدة قادرة أن تغذي 300 مواطن لمدة سنة. يمكن لها تقدم خدمات صحية وإسعافات أولية ل 68 شخص لمدة سنة، ويمكن لها ضمن تربية وتعليم حوالي 310 ديال الأطفال لمدة سنة. إذا سمعنا على أنه 40 قطعة من هاد الوحدة، 40 قطعة سلاح لسيارة رباعية الدفع تم إهدائها مؤخرا إلى البوليزاريو من طرف الجيش الجزائري، لكم أن تتصوروا القيمة الحقيقية ديال المال الجزائري اللي كيمشي من أجل لا شيء، والأولى به هو نظام، هو الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اللي كنشوفوه اليوم طوابير وطوابير على الحليب، على الزيت، على السميد، على جميع قضايا التي تهم قوته اليومي. إذن كيف نفسر مثلا هذا النوع من السلوك عند حكام الجزائر؟ فهم لا يدخرون جهدا، ما كيدخلوا حتى شي جهد من اجلهم انهم يدافعوا على البوليساريو، وكان البوليساريو عندهم عقيده، والحال انهم هما اللي صنعوها وهما اللي كيأديو ثمنها اليوم. اذا طبعا هذا ليس بغريب، لانه الى استعرضنا المضمون ديال هاد لا فيديو اللي غتشوفوا دابا اليوم، اللي هو منبر اعلامي جزائري حاول انه يستمزج آراء ديال بعض البرلمانيين بعد خروجهم مباشرة، طرح عليهم سؤال بدائي، سؤال كيمكن أي برلماني يكون عارفه، سؤال عام يعني في الثقافة القانونية العامة. سمعوا الأجوبة ديال البرلمانيين. ما نقدرش نعطيك كل صراحة. هو الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي في البرلمان.
ما عنديش إجابة ما عنديش ما جابوش عليها مثلا احنا أنا ما فهمتكش هذا وقلنا بسم الله مثلا ما بدناش باش نجاوبك فارق أو الاختلاف بين القوانين العادية والقوانين العضوية إذا كان عندكم خلفية الفارق بين قانون عضوي وقانون عادي هنا في البرلمان فهم سؤال كيف قانون عادي وقانون قانون عضوي بس قال خاطر حنا عندنا تعليمات من الحزب اليوم ما نصرحوش خاطر حنا عندنا تعليمات من الحزب اليوم ما نصرحوش خاطر حنا عندنا تعليمات من الحزب اليوم ما نصرحوش سيدي الصحفي بارك الله فيك على هذا السؤال ولكن نحن دخلنا البرلمان لأول مرة سندرس القوانين واجيبك بكل صراحه ان شاء الله ما نجمش نقول لك على هذا باسكو انا جديد ما عنديش يعني معلومات كبيره على هذا ولكن راني نقرا باسكو عطوني كتابات البارح راني ندرس فيهم ما نقدرش نعطيك كل صراحه هو الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي في البرلمان ما عنديش اجابه ما عنديش ما جابوش عليها مثلا احنا انا ما فهمتكش هذا وقلنا بسم الله مثلا ما بدناش باش نجاوبك فارق او الاختلاف بين القوانين العاديه والقوانين العضويه اذا كان عندكم خلفيه